بتقول الحياد وتطلب، انت ناديت قلت يعني اطلب من الأسرة الدولية ان تعلن لبنان المحايد. عمليا ماذا يعني ذلك؟ هذا بيعمل في مسيرة طويلة بالحقيقة. بالأول ندرك شو معناتها الحياد، شو يعني الحياد. ثانيا بده يكون شغل داخلي، يعني نحن نوحد الفكرة اللبنانية، ثم نشتغل مع الدول عبر سواء السفراء تبعهم، سفراء رؤساء الدول، حتى نعمل لوبيين بيقولوا بالانجليزي، نعم. حتى بس تكون مستويه داخليا وخارجيا، توصل الى مجلس الامن، يصير في اقرار انه لبنان دوله محايده بحسب الانظمه الدوليه وصاحبه سياده، يعترف فيها الدول انها محايده وما تعتدي عليها، وإذا اعتدت شي دولة عليها يكون عندها جيشها القوي حتى تدافع عن نفسها. طيب، محايد من الدول العربية، لبنان لن يكون دولة عربية أنا بهذا المعنى. لا لا، بيبقى لبنان عضو بالأسرة العربية، بجامعة الدول دول عربية، العربية، عضو بالأسرة الدولية، منظمة الأمم المتحدة، بيبقى عضو، ولكن بيكون بلد محايد. شو يعني محايد؟ يعني ثلاث أمور أنا شرحتها بالمذكرة. صحيح. هل هي أولا لبنان بكل طبيعته بتكوينه بتاريخه بالذهنية اللبنانيين مش أرض حرب، يعني ما بيدخل بنزاعات وأحلاف وحروب إقليمية ودولية. لا، لأنه لبنان عنده غير دور بحكم تكوينه كبلد تعددي ثقافي، تعددي ديني، ديمقراطي، الحريات العامة، مكان اللقاء والحوار، عنده دور لبنان ورسالة. هل هي تلاقي هالشعوب، الاستقرار، السلام، المصالحات بين الدول، هيدا دوره. وثالث عنصر يكون دولة عند سيادتها، عند جيشها، مش عند جيوش، ويكون عندها قوتها الذاتية حتى تحافظ على كيانها داخليا أولا، ثم تحافظ على كيانها تجاه الغير. إذا صار اعتداء عليها تقدر بقوتها الذاتية تدافع عن نفسها. ماذا قال رئيس الجمهورية عن الموضوع؟ أنت التقيت فيه؟ لم أول ما التقيت فيه، من بعد ما حكينا عن الحياد وصار في ردات الفعل، وصار البعض يقول رئيس الجمهورية مش من هذا الفكرة، زرته. أول ما زرته، أول ما قال لي أنا مع الحياد، وضحك. قلت له تصور فخامة الرئيس انك تكون انت مش مع الحياد، يعني